مرحبا، واخيرا وصلتني من شركه دي جي اي رونن ار اس 2. خليني هلا بلش بالانبوكسينج ونشوف شو مخبى بهالبوكس. يا جماعه احلى شعور هو شعور الانبوكسينج. واو واو، اوكي هلا بحس مش رح نحتاجه. وهالكرتونه اي اول انطباع اخذته عن الار اس 2 انه هي كحجم الشنطه اصغر من الار اس 1 وليكو صغيره وخفيفه كتير براكتيكال اذا بدنا نسافر تنحط بالشنطه في احملها بايدي ما بتلبك شكلها كتير مرتب كمان وزنها خفيف بالمبدا فيها درفتين سحابين بالدرفه الفوقانيه رح بلش بالاجرين الاجرين ما فرقوا عن الار اس 1 تقريبا ذا سيم عندنا هيدا الارم يلي بتخلي تخلينا نحمل الجيمبل بهيدي الطريقه رح افسر لكم كل شيء انا بفيديو لحاله وهون عندنا بطاريه البطارية حجمها أصغر من حجم بطارية الـ RS1 ومسكتها أحلى الحلو ببطارية الـ RS2 إنه فينا نشحنها هيك من دون ما نكون نحن مضطرين إنه نوصلها بالجيمبل تبع الـ RS2 ليكو شو؟ في حط التليفون دغري على الجيمبل وصير أقشع صير تليفوني هو سكرين للكاميرا خاصة إذا أنا كنت عم صور بزاوية واطية أوكي هيدا الماونتينج بليت بيفرق عن الماونتينج بليت تبع الار اس 1 اول شيء هون في مثل اقشاط كرمال انا بس بدي زيبه في امشي على المليمتر اشتغل اكثر وهون في بليت ثاني هاي بليت صغير بس زيبه الرونن وبدي شيل الكاميرا واحملها بايدي في بس فك هاي الماونتينج بليت ارجع رده وبضل زيبه تبعي ما بيتغير هيدا اللوك الحلو بالماونتينج بليت تبع الرونن انه هو بيركب بحيالة ترايبود مانفروتو شو في بعد خلصنا نشوف هون رح ارجع ارد هول محليتهم كتير على فكرة الشنطة عملية في هون سحابين خلونا نشوف شو في بقلبهم واو شو هي واو هيدا وايرلس كرمال نوصل على التليفون بصير التليفون تبعنا كأنه وايرلس مونيتور واو وهون براغي وهي القطعة كرمال اللانس وهي السحاب الثاني اشاط كرمال الوايرلس فوكس هيدا الوايرلس فوكس موتور وهون شو في هاي بنسميه ماونتينج ريزر هيدا بيستعمل لعلي الكاميرا شوي ان كيس كنت عم استعمل لينس سميكه مثل 50 مليمتر او سينما لينس هيدا الشيء بيساعدني انه الكاميرا تبعي تعلى شوي كرمال اللينس تبع الكاميرا ما تكون تضرب بالبليت تبع الكاميرا فهي قطعه كثير مهمه طيب شو ننتقل لتحت يلا افتحها واو كتير وزنها اخف من الار اس 1 ومش معموله من حديد او من بلاستيك معموله من كربون فايبر محمس هيك ركبها هون في سحابين خلينا نشوف شو فيهم اكيد كابلات للتوصيل جايز كل انواع الكابلات اللي موجوده بالعالم موجوده هون تايب سي تايب سي من يو اس بي واو اتش دي ام اي من اتش دي ام اي في قصص للسوني قصص للكانون احلى شيء بالجيمبل هو وزنه وهو اللي مثل فيراري اللون الاحمر اللي موجود هون بيعطيك فخامه للار اس 2 رح فرجيكم الطريقه اول شيء اللي بركب فيها الاجرين كيف تركب الاجرين تركب كبس اكيد كل حدا بيصور بالار اس 1 راح جن بس شوف هالمنظر اصلا شوف كيف تركب هيك
اسمعوا الصوت. واو. بس خلص بركب بسكر هيك. وهلأ رح ركب الإجرين. هيك افتحها قديمكم شوف الفرق. طبعا في لوكس everywhere كرمال هاي ما تتحرك. سكرها. هاي الار اس 1 جايز. كتير محمس انه ركب الكاميرا وزيبقها وبلش اشتغل عليها، بس رح خليها للفيديو الجاي. رح اصور بعد 2 فيديو، رح نتعلم ستيب باي ستيب كيف نشتغل على الار اس 2. اول فيديو رح يكون كيف نزيبقها ونركبها وشو الاوبشنز الجديدة اللي فيها، وبالفيديو الثالث رح نشتغل على الموبايل ابليكيشن كيف فينا نشتغل عليها، شو الاوبشنز الزيادة اللي فيها، وستيب باي ستيب رح نكون عم نشتغل سوا مع بعض. انتروني بفيديوين جداد. باي.